تعرفون وحشتني أيام الدراسة أونلاين، لما كان الدرب للمدرسة المسافة من السرير لللابتوب، لما كنا نلبس نص يونيفورم والنص الثاني بيجامة، لما كنا نخش عن الكاميرا عشان ناكل بدون إذن المعلم. والله كانت أيام حلوة، لكن دامك أنت تدرسني أكيد أيامنا الجاية أحلى. شكرا لك معلمي الغالي على كل لحظة كنت موجود فيها تساعدني وتطمني. إن كل شيء راح يكون بخير، إن الحياة قدامي ومستقبلي مشرق، إن كل مر راح يمر. حكمتك في الحياة هي مصدر الهامي. شكرا لك معلمي من كل قلبي. شكرا لك معلمي الغالي.